من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الحق يجب أن يكون هو معيار الإنسان في حياته، وهذا شيء صعب بطبيعة الحال، أن يكون حركة الإنسان وسكونه، كلامه وسكوته، أخذه وعطاؤه، نظره وإغضاؤه، أكله وتركه، إقدامه وإحجامه، غضبه ورضاه، صداقته وعداوته، زواجه وعزوبيته، تقدمه وتأخره، كله على الحق. هذا شيء صعب، يعني تدور مع الحق، الكلام الحق تقول، السكوت الحق تسكت، الأكل الحق تأكل، عدم الأكل الحق لا تأكل، المشي الحق امشي، عدم المشي الحق سكون تسكت، الصداقة الحق تصادق، تعادي الحق تعادي. يعني كل شيء منك أن يكون مطابقا للحق. وأنت وزير، وأنت طالب، وأنت مشير، وأنت أمير، وأنت عالم، وأنت ملك، وأنت خطيب، وأنت مؤلف، وأنت مؤرخ، وأنت موظف، وأنت تاجر، وأنت كاسب، وأنت كناس، وأنت عادي، وأنت ثري، وأنت فقير، كل شيء الحق. هذا في الحقيقة كلش صعب، لكن الإنسان الذي يماشي الحق هذا ناجح، نجاح في الآخرة ونجاح في الدنيا. الآن شوفوا في المجتمع، كلكم تعرفون هذا الشيء، يأتي اسم إنسان مثلا يقول انظر خليه، يأتي اسم إنسان يقولون إيه هذا هو الحق، هذا كلامه صحيح، أقبل به لأنه كلامه صحيح. قل الحق لك أو عليك، إذا كان لك قل الحق، إذا كان عليك أيضا قل الحق. الإنسان إذا ربي هكذا وربى هكذا نفسه بالتثقيف الذاتي، هذا الإنسان له وزنه في المجتمع، بل صعب. أنت تتخرج دكتورها من الجامعة صعب، مصعب 24 سنة لازم تدرس الليل نهار، وتعب وسهر، وامتحان وخوف، رسوب ونجاح 24 سنة حتى تحصل على دكتوراه، صعب. لكن هذا الشيء الصعب يعطي بنتائج طيبة. دائما السهولات تأتي بنتائج غير طيبة. بتروح مدرسة، بتروح للعمل، نام تحت الكونديشن، مستريح، لكن يأتي بنتيجة طيبة؟ لا. في الحر، في البرد، في الركض، في العمل، في النصب، في السهر، في الصعوبة، نتيجة طيبة. قاعدة كلية، أن تقول الحق وأن تنظر الحق وأن تأكل الحق وأن تعمل الحق وأن تسمع الحق وأن تبتش بالحق وأن تمشي بالحق، هذا شيء صعب لا شك. قسم من أصدقائك يزعلون منك، قسم من المال يجب أن تتجنبها لأن مال حرام كتاجر مثلا، قسم من الكلام يجب أن لا تتكلم، وقسم من الكلام يجب أن تتكلم، هذا صعب
لكن هذا فيه خير الدنيا وخير الآخرة الحق. النبي الأعظم قال في علي: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. يعني شنو؟ يعني يقول حق، يسكت حق، ينظر حق، يسمع حق، يبطش حق، يحجم حق، يقدم حق، يدور معه حيثما دار. الحق مع علي وعلي مع الحق. الإنسان يجب أن يعود نفسه هذا الشيء. كان عندنا في كربلاء فرد عالم الله يرحمه اسمه سيد محمد علي الطباطبائي، كان بيده أوقاف توفي. الأوقاف تجمعت فلوسها في الأوقاف في وزارة الأوقاف 12,000 دينار ذاك اليوم قبل 20 سنة، 12,000 دينار ذاك فلوس ضخم كلش. قالوا له: أنت روح إلى وزارة الأوقاف وقول فلان شي فرد شي روتين قانون حتى الفلوس يسلم لك. قال: هذا كذب، أنا متولي صحيح فلوسه ميدي، أنا لازم أصرفه، لكن هالشكل شيء، لأن هذا القانون كان يسمع هالشكل لو قال يطو فلوس قال ما أكلها. أصروا عليه أصدقاء أقرباء عم 12,000 دينار. هذا القانون، هسه القانون في البلاد غالبا أعمى واقع، قوانين طبيعتها طبيعة عمياء لا ترى الحق وإنما روتين. سيد محمد علي الطباطبائي الله يرحمه كان من علماء كربلاء، قال: ابدا ما اقول انا كذب ابدا، قال: انا اقول الوقت، انا متولي صحيح فلوسها مالي، لكن هذا الروتين القانون يقول اكذب حتى نعطيك فلوس. حتى هو نفسه وزير الوقت قال لمدير الوقف، قال: ما اقول انا. مدير الوقف قال: انا احنا ندري انت متولي وفلوس مربوط بك، قال: تدرون تعطوني فلوس، قال: القانون ما يسمح، قال: الى جهنم، ما احتاج الى هذه الفلوس. اللي قانون ما يسمح أن أقول الصدق يا أخ صادق يعرف محمد علي الطباطبائي، أن تقول الحق أحيانا تخسر لكن ربحك أكثر، هذا لا شك فيه. مثل ما تدوم في المدرسة أحيانا تخسر، يعني أصدقائك رايحين على البحر مسافرين ترويح السياحية تطالع ويحفظ وصعوبة هذا الشيء، لكن الإنسان الذي يتحمل الصعوبة أخيرا ينجح. إذا كلام كذب لا تقول، لا تقول، شوف شو ما يصير. إذا عمل باطل لا تعمله، كل شيء ما يصير. إذا طريق مو حق لا تمشي فيه، إذا طريق حق امشي فيه ولو كل الناس ما يمشون فيه. الله الإمام أمير المؤمنين في كلمة له في نهج البلاغة يقول: أيها الناس لا تستوحشوا في طريق الحق لقلة أهله. يعني إذا أنت تريد تروح إلى كربلاء فتدري الطريق هذا، خل كل الناس يقولون الطريق إنه لا تروح وياهم، تمشي في طريق هذا يوصلك إلى كربلاء، هذا الطريق الصحيح. أيها الناس لا تستوحشوا في طريق الحق لقلة أهله. يعني إذا شفت لك ناس قليلين أحد العاصمة شفت كل الناس نساهم سافرات، أنت تسافر نساءك؟ لا، ولو واحد تبقى. رحت إلى بلد كل الناس يشربون خمر، على مائدة كلهم شربوا خمر، أنت لا تشرب، هل هم يشربون؟ بينما الصحيح أن لا تشرب لا تشرب. كل الناس راحوا شهدوا بالكذب، أنت لا تشهد، قل أنا ما أشهد. هذا هو المشي في الطريق المستقيم، أخيرا يوصلك إلى خير الدنيا وخير الآخرة. أقعد كل يوم أهل الكوفة 4 ملايين صاروا ضد الإمام الحسين، يعني العموم ما أقول كلهم، و70 واحد صاروا مع الإمام الحسين، لكن هذول بقوا، هذول 70 بقوا، هذول لك لا حيث ألقت رحلها، راحوا في أمان الله، واحد لا يعرفهم، لا يسأل غير كم واحد منهم المعروفين، الناس يعرفوهم حتى يلعنوهم، شمروا، ما أدري منه، شبك ابن ربعي، هذول كم واحد باقين، حتى الناس يلعنوهم فقط، هذول باقين. ولا كلهم راحوا، وينهم؟ هذول جاءوا لقتل الإمام الحسين، بعض المؤرخين ذكروا أنهم كانوا 1,000,000 إنسان، 1,000,000، كل شيء ما بقي منهم غير اللعنة. وهذول الناصرين الإمام الحسين 70 واحد، أساميهم واحد واحد موجود. أقول الإمام الحج دعاء زيارة يسمي هذول شهداء كربلاء 70 واحد منهم. الزيارة موجودة في كتاب تحفة الزائر
أحد كتب الدعية أعلوه في المطبعة في المكتبة موجود هذا الكتاب. هذولك 70 واحد، واحد اسمهم باقي، حتى تفلهم اسمه باقي لأنه كان يمشون ويلحق. هذولك المليون ما تعرف أصمنوا شنو، قلت أنه دعمهم باقي للعنة فقط حتى لا يلعنوهم. هذا هو، لا قبور لا ذكر لا كيان لا افتخار لا مفخرة لا سند لا إيش الباطل هكذا. الباطل كم يوم دائما، الباطل في كم يوم ثم يذهب. أما الحق راسخ وباقي، حتى في الدنيا الحق باقي وراسخ وفي الآخر، وآخر شيء طبيعي. ترد واحد من أصحاب رسول الله، هذا خدم رسول الله 12 سنة وأنا صغير، جاءوا به إلى رسول الله ليخدم رسول الله. الولد اسمه أنس ابن مالك، وهذا الرجل خدم رسول الله 12 سنة. 12 سنة مو قليل، الإنسان يخدم رسول الله كلش عظيم حقيقة. لنا شرف لو كنا نتمكن أن نخدم رسول الله ساعة أو نقبل يده قبلة واحدة أو نقبل حتى حذاءه، كان لنا شرف. فإنسان يخدم الرسول 12 سنة ليل نهار سر جهار. ذات يوم قال يا رسول الله ادعو لي دعوة. الرسول رفع يده إلى السماء وقال اللهم كثر ماله، اللهم أطل عمره، اللهم كثر ولده. لكن هذا الإنسان لم يفهم، ما قال للرسول يا رسول الله ادع لي بحسن العاقبة، ادع لي بالجنة، وإلا كثر مالي، صار مالي مليون شنو الفائدة، صار أولادي 50 شنو الفائدة، صار عمري 200 سنة شو الفائدة. لكن هذا من النوع اللي يفهم، قسم يفهمون وقسم لا يفهمون. الإنسان الذي يحصل على مال ثم لا ينفقه ويموت من القسم لا يفهم، والإنسان الذي يحصل على مال وينفقه في سبيل الله ويبني مسجدا وحسينية ومدرسة ثم يموت هذا من القسم اللي يفهم. خل الذكر، الإنسان الذي يتمكن من تحصيل العلم ولا يحصل هذا من القسم اللي يفهم، والإنسان الذي يتمكن من تحصيل العلم ويحصل من القسم اللي يفهم. الإنسان الذي جاء للحياة وشرب الخمر هذا من القسم اللي يفهم، لأن في الدنيا مرض وفي الآخرة نار أو يقامر. أما الإنسان الذي يترك الخمر والقمار من القسم ليفهم. الرسول رفع يده إلى السماء، اللهم كثر ماله، اللهم كثر أولاده، اللهم أطل عمره. كل الرسول يدعي لي بحزن العاقبة، شنو فائدة الدنيا 50 سنة. الله استجاب دعاء الرسول، دعاء الرسول يرد، الله استجاب دعاه. المؤرخون ذكروا أن نخيله صار ثري، نخيل التمر في كل العالم من قبل الرسول إلى اليوم مرة تحبل وتعطي. شايفين فرد نخل مرتين يعطي التمر بالسنة، النخ يعطي مرة ببركة دعاء الرسول. نخيل هذا الرجل يعطي بسنة مرتين خرق للطبيعة والعادة. أما أولاده فوصلوا إلى 120 صانعين. أكو في الكويت واحد عنده أولاد 120، أكو في العراق، أكو في إيران، أكو في مصر ببركة دعاء الرسول. وأما عمره وصل إلى أكثر من 100 سنة. زين،
بركة دعاء الرسول أثرت فيه عمرا ومالا وأولادا. كلامنا بالحق. الإمام أمير المؤمنين في يوم النزاع على الخلافة قال: يا أنس، أنت كنت حاضرا لما قال الرسول: وأخذ بيدي من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. انت كنت حاضر، لان القوم قالوا لعلي: اذا انت تسلك شهودك وان الامام قال هذه شهود، من شهودك؟ 180,000 كانوا في قصة غدير خم، او 120,000. الاخوان السنة يقولون 180,000، الشيعة يقولون 120,000، على كل 120,000 قطعا كانوا في غدير. احدهم انس، الامام قال عندي شهود، من جملتهم قال انس، هذا انس بن مالك، هذا شاهد لان كان وخادم الرسول وراى كل شيء، مو قصة تحت العباءة وخفية. الامام قال: انت تشهد. انس شاف الامام معه الحق، ذاك الطرف معه القوة والمال، يعني إذا يعطي حق الإمام معناه مشى سيده، إذا ما قال حق الإمام فلوس وقوة، وأنت وهو وكلنا أيضا ممتحن هذا الشيء. يوم يأتي تخير بين المال والحق، تخير بين القوة والمال والحق، تخير بين الدنيا والآخرة، يأتي يوم. نظر أحد إلى أمريكا للدراسة وزملاء شربوا الخمر وقدامك خمر، هنا هنا الزملاء أو الله، وزوجتك تقول أنا أمشي سافرة، بين الزوجة وبين الحق. التخيير مو إلى أنس، إلا كلنا كلنا، إذن قصص للتاريخ وللعبرة وللاعتبار. شاف من هالصوب القوة والمال، من هذا الجانب الحق، شو يسوي؟ يحتاج إلى قوي عزيمة. قال: يا أمير المؤمنين، أنا قد كبرت ونسيت. نسيت الموضوع. بين القصة مع الغدير خمش وقت 18 للحجة، وبين قصة الخلافة بعد وفاة رسول الله شكثر؟ ما يصير كل 3 أشهر، ما يصير. من الممكن أنت قبل أسبوع ماكل غدا وناسي، أما من الممكن أنت بويا 120,000 إنسان وفي صحراء وحر وخفاض 4 ساعات وتنسى؟ تنسية جامل. الإمام قال له: تناسي؟ نسيت الموضوع؟ نحن ما احنا نقول نسيناها، لأن نريد نشهد عن الحق، ناسي أنا وما نذكر، تنسونها في هذه المواقف. ذكروا أنس وذكروا الحق، قال ناسي أنا. الإمام قال: ناسي أنت؟ قال: إيه ناسي. قال: إذا كذبت ضربك الله بداء لا يستره إمامه، راح. لكن الحق يروح، الحق قوي، الباطل يروح. الله في القرآن الحكيم يقول: بل نقذف بالحق على الباطل. باطل صور إنسان، الحق صور إنسان. الله يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه دمغه. موسى وفرعون، دمغ موسى فرعون خلاص. عيسى وهيردس، دمغ عيسى هيردس. محمد وابو جهل دمغه. علي ومعاويه دمغه. موسى بن جعفر وهارون الرشيد دمغه. الامام الرضا والمامون العباسي دمغه. وعلى هذا المعزى الحسين ويزيد دمغه. الحق دائما يدمغ الباطل، لكن يحتاج الى فرصه، يحتاج الى امتحان حتى يظهر الحق من الباطل
بعدين الله يدمغه. الإمام قال إذا تكذب تذكر إلى ناسي ناسي، لكن إذا تكذب ضربك الله بداء لا يستره العمامة. انتهت القصة وخلاص ما شهد. دعا الرسول وماله وأولاده وعمره، في آخر عمره كان ابتلي بالبرص في رأسه. برص تدرون شنو تقولكم؟ البرص عبارة عن بياض يقع في جلد الإنسان، وهذا البرص إذا صار مزمنا يؤذي ويتسع ويشوه الجسم، غير أنه مرض مؤدي. يعني والعياذ بالله إذا أكلت ويا إنسان أبرص، البرص منه يتعدى إليك. ولذا الإنسان إذا شاف المجتمع أبرص يتجنبه، لكن لا يتجنب يقهره، لا، فصار لبقة اشرب منه. أنا إذا شرب في كلاس ماي تقول له عطشان لا تشرب ويا ماي، ولا تقول له أنك أبرص أنا ما أشرب. لا لا، إنسان لازم لا يأذي أحد، بس كل هسه ما أريد ماي وبعدين أروح أشرب ماي. أو في فرد مكان فرد أكل معا لتأكل وياه، أبرص هالشكل. البرص مرض مؤدي والعياذ بالله. ثم هذا المرض ما يأذي الإنسان، يعني في داخل الإنسان ما يأذي، بس يشوه الإنسان. هنا بقعة بياض، 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 وعلى هذا المعدل. هذا يسمى بالبرص. وهذا المرض له أسباب، من جملة أسبابه الأكل على الشبع. صار شبعان وبيمشي يشرب، ما كنت جائعا. أو شبعان مثل الدجاج الزينة أغرب، ما كنت جائعا. الأكل على الشبع يورث البرص، والأكل على الجنابة قبل غسل اليد وقبل المضمضة يورث البرص. إذا إنسان جنوب احتلم ومتزوج وأجنب يريد يأكل أو يشرب، يغسل يديه زين ويمضمض قبل الغسل ويأكل ويشرب. والماء المسخن بالشمس يورث البرص. هذه التانكيات فوق السطح حمو زين كلش. إذا تانكي عندك فوق السطح خلي عليه حاجز من خشب من فرشي حتى الشمس لا تضربها. هذا مكروه شرعا ويورث البرص في أحاديثك عن رسول الله. وأكل السمك مع اللبن هم يورث البرص ضدا. في الماء إذا أكل سمك وأكل لبن، سواء لبن حليب، سواء لبن دوق، سواء لبن ماص، ماكو فرق، معا يورث البرص هذا الشيء. أكو أشياء طبية وأكو أشياء شرعية تسبب البرص. هذا الرجل وهو أنس بن مالك أصابه البرص في رأسه. هنا أصابه برص، وهذا هنا ماكو مانع، هنا ماكو مانع، أكو عمامه لا يتبين. بعد أيام شاف البرص شوي نازل لحنا، هم ماكو مانع، عمامه موجود. بعد أيام صار البرص لحنا، هم ماكو مانع، يزكي نعجزو عمامه شوي. بعد ذلك شوي نازل لحنا، بعد ذلك هو نزل إحنا هنا إحنا 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 يمشي هش وكبر عمامته. بعدين نزل إحنا هم يصير عمامه لهنا، إلا يخلي بوشية مثل المرء. قال له يا أنس كيف أصبت بهذا وأنت صاحب رسول الله وخادم رسول الله؟ قال دعا علي عبد صالح، يقصد منه الإمام أمير المؤمنين. دعا علي عبد صالح، الإمام قال لي إذا تكذب ما ناسي ضربك الله بداء لا يستره الإمام. الإمام هم ما دعا عليه فالدعاء غليظ، لا، الدعاء الخفيف يعني تنفضح.
الحق، بينما نفس ذاك اليوم اذا كان يقول إيه انا شايف نبي قال علي بن ابي طالب كل شيء ما يسووا بالفعل، وناس شهد وسلمان شهد كل شيء ما سووا، ابونا شهد كل شيء ما سووا، عمار شهد كل شيء ما سووا، زبير شهد كل شيء ما سووا، لان جماعه منهم شهدوا قالوا ايه احنا كنا وشفنا. بس السلطه هواي انزعجت منهم لا اكثر من هذا ولا اقل، لكن هذا ما شهد. قال انا ناسي الحق، انسان يجب ان يقول الحق وياكل الحق. فلوس حرام، رشوه، الموظفين مبتلون بالرشوه، الرشوه الحرام، فلوس خمر، فلوس زنا، لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. فلوس الغناء، المغنيه يقبض فلوس، تقبض فلوس حرام. وعلى هذا المعدل الفلوس الحرام يعني خلاف الحق، هذه الاشياء اللي خلاف الحق كل انسان يعلم. كان عندنا فريد خطيب في كربلاء الله يحفظه، كان يقول خوش كلمة فوق المنبر، كان يقول مو بس انت الانسان تعرف الحرام والحلال والحق والباطل، حتى القطوة تعرف الحرام والحلال. هو يقول الخطيب كلامه صحيح، يقول القطوة وقت اللي تجي على المائدة، لكن قسم منكم شايفين تجي على المائدة تذبح اللقمة تقعد على راحتها وتاكل، اما اذا تسرق فرد لقمة تشرب. لماذا تشرب؟ لقطوة، لان تدري هذا حرام، هذا بوق، هذا خيانة. اما اذا اعطيتها لقمة تقعد على السفرة معدب ومنظم تاكل. الحق والباطل كل احد يعرفه، ماكو واحد من يعرف الحق والباطل. ولذا الانسان يجب عليه ان يسير دائما مع الحق، واذا سار الانسان مع الحق الله ينصره، مو بس الله ينصره، المجتمع ايضا يمدحه، يقول جزاه الله خيرا، هذا رجل حقاني، هذا صحيح يقول، هذا ما يكذب، هذا ما يغش، هذا ما يخون، هذا ما يرتشي. اما الانسان اللي بالعكس يقول ما اروح. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. ونسال الله التوفيق لما يحبه ويرضى.